السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض البط المشوي في الفرن. هنحشيه خضار كده ونحطه في الفرن يبقى روعة. البطاية دي يا حبايبي غسلناها، حطيت كوباية ملح على كوباية دقيق وغسلتها كويس، فركتها بالملح وبالدقيق كويس جدا، بيبقى فيه شعر رفيع مش باين خالص فبينضف بالملح وبالدقيق. وغسلتها بقى، فركتها من بره ومن جوه وغسلتها وقلتها زي الفل، ونقعتها في خل وليمون وملح لمدة ساعتين. وبعد كده جيت حطيتها تتصفى على الشبكة اللي زي دي يا حبايبي كده، اللي بنشوي عليها الفراخ على الفحم. دخلتها كده وقفلت عليها، وقفت الشبكه كده عشان تصفي الميه كلها. وبعد كده جبتها يا حبايبي نشفتها بالورق المناديل بتاع المطبخ لحد ما نشفت خالص. هنبدا بسم الله. دول مكعبين زبده يا حبايبي، سخنتهم وبعدين رجعوا ايه جمدوا شويه، مش مشكله هيبقوا روعه. ودلوقتي دي يا حبايبي التوابل: معلقه كزبره ناشفه، معلقه ملح، معلقه بابريكا، معلقة بهارات مشكلة يا حبايبي اللي عملناها مع بعض، نص معلقة حبهان، معلقة زعتر، نص معلقة جوزة الطيب، معلقة كمون يا حبايبي. كل التوابل دي يا حبايبي بمعلقة صغيرة مهرمة. هنحط المكونات اهو يا حبايبي على الزبدة كلها مع بعضها كده اهو. بسم الله. معلقة توم كبيرة يا حبايبي هحطها على التوابل والزبدة، وهنعصر الليمون يا حبايبي. دلوقتي يا حبايبي عصرت الليمون على المكونات اهي، هنقلبها مع بعضها كده. معلقه توم كبيره يا حبايبي مفرومه كويس، منعمها كويس. 4 معالق كاتشب يا حبايبي هنحطهم على التوم والمكون والتوابل، مش لازم نحط بالمعلقه يا حبايبي، بالنظريه كده. هنقلب الكاتشب يا حبايبي مع الثوم والتوابل كويس. ما شاء الله المكونات بقى قوامها تقيل وعامل ازاي. هناخد يا حبايبي من الخليط اللي عملناها اهو يا حبايبي، هنحط في قلب البطايه كده. هندهنها كلها من جوه كده بالفرشه اهي، من فوق ومن تحت ومن كل ناحيه اهي، وبين الجلد واللحم كده اهو. نحط برضو خليط عشان تشرب من المكونات الجميلة دي. دهنا القلب البطاية كله بالخليط اهو يا حبايبي. هندهنها بقى من بره. ودلوقتي يا حبايبي بعد ما دهن بكر البط اهو بالخليط، هنجيب الخضار بقى اللي هنحطه في قلبه. بسم الله. دلوقتي دوت 3 ثمرات كوسه، 3 ثمرات جزر، بطاطسايه كبيره يا حبايبي. انا خرطت مع الخضار يا حبايبي بصلتين متوسطين مخروطين حلقاتهم يا حبايبي، مخرطهم حلقات بالسكين. مقطع الخضار بالشكل ده عادي، يعني اقطعه بالطريقه اللي تعجبك اهو. مقطعه بقطعه الجزر اللي تعمل له شكل يعني اهو يا حبايبي. ودلوقتي يا حبايبي الخضار اهو هنحط عليه بقى معلقه فلفل اسمر، معلقه كمون، مكعب ماجي، شوية كرفس يا حبايبي صغيرين جدا اهو عشان بيعملوا يعني ريحة جميلة كده للخضار. هنحط كل المكونات اهوت على الخضار. دلوقتي يا حبايبي حطينا التوابل على الخضار اهي، ودي معلقة خليط من بتاع البطاية فاضت، هنحطها مع، هتخليه طعمه جميل جدا. دلوقتي هنقلب كل المكونات دي يا حبايبي مع الخضار. بسم الله.
قلب المكونات كويس جدا مع الخضره. دلوقتي قلبنا كل حاجه مع الخضره يا حبايبي. بسم الله. اهو يا حبايبي الخضره هنحطه في البط كده. بسم الله. حطيت في قلب الخضار، هقفله بقى بخلة سنان من هنا يا حبايبي. اهي اهي كذا خلة، يعني مش خلة واحدة. دلوقتي يا حبايبي قفلته بالخلة كويس اهو. لو عايزين يا حبايبي تقللوا الخضار عن كده شوية براحتكم، انا عشان ولادي بيحبوا الخضار دي بيبقى لذيذ جدا. دلوقتي يا حبايبي هنجيب الصينية. حبايبي الصينية اللي هنحط عليها ذكر البطة اهي، هنحط فيها مية. بسم الله. هنحط فيها عود قرفة، ليمونة متقطعة حلقات يا حبايبي، شوية كرفس يا حبايبي. ودلوقتي يا حبايبي هنجيب الشبكة اللي زي ديت، بنعمل الفراخ على الفحم فيها، هنحطها كده على الصينية يا حبايبي، تبقى الصينية قد الشبكة. بسم الله. اهي يا حبايبي دلوقتي يا حبايبي حطينا البطاطا على الشبكة اهي، هنغطيها بورق الفويل. بسم الله. اهم حاجة يا حبايبي نقفل الصينية اللي فيها البطاية بطبقتين او ثلاثة من ورق الفويل، عشان نقفل عليها كويس عشان تستوي كويس جدا. معانا لما بتبقى متقفل عليها هتستوي كويس جدا اهو يا حبايبي، ثلاث طبقات على بعضها. حتى الايد بتاعت الشبكة اهي لفة من حواليها كده الورق اهي، من كل ناحية قفلته كويس. اخرمه بقى بالشوكة دي كده كذا خرم كده، بس ايه من ناحية دي خرم اهي يا حبايبي، ومن ناحية دي خرم بالشوكة كده. هنحطه في الفرن على الشبكة على درجة حرارة أعلى حاجة، وأنا دلوقتي يا حبايبي مولعة الفرن بقالي ربع ساعة يا حبايبي. هحطه في الفرن يا حبايبي وأرجع لكم. ودلوقتي يا حبايبي بعد الذكر البط الجميل ده ما طلع من الفرن أهو، هنشوفه مع بعض. حاجة شلنا من على ورق الفويل أهو، ودلوقتي يا حبايبي هندهنه كاتشب، هنحطه تحت الشواية. بسم الله. دلوقتي يا حبايبي شلنا السلكات اهي، نشيلها اهي بكل سهوله. يا حبايبي اللحمه اتفتحت ازاي، استوى جدا جدا جدا. هندهنه كاتشب كده يا حبايبي من كل ناحيه برضو. ويا حبايبي هقلبه كده وادهنه كاتشب برضو من تحت اهو يا حبايبي. ادهن كاتشب يا حبايبي من كل ناحيه اهو. بصي يا حبايبي الميه اهي، يعني خست حاجات بسيطه ونزل كل الدهون اللي فيه. هنحطه تحت الشوايه يا حبايبي، هنعلي الشوايه على اعلى حاجه. دلوقتي يا حبايبي ذكر البط اهو بعد ما طلع من تحت الشوايه، انا يا حبايبي قلبته من ناحيتين، اللون روعه والطعم روعه وجميل جدا. وتعرفوا يا حبايبي انه استوى جدا لما اللحمه تسيب العظميه وتبعد عنها كده. بصي يا حبايبي روعه. ودلوقتي يا حبايبي حطينا البطايه في طبق التقديم، روعه روعه. ذكر البط دي يا حبايبي قعد في الفرن على الشبكه 3 ساعات على اعلى سرعه على الماكس، سوى ممتاز. والخضار اللي فيه يا حبايبي بصوا سليم ولا انهرى ولا اي حاجه، روعه روعه ما شاء الله عليه. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك للقناه،
وبدعواتكم يا حبايب قلبي، حبكم في الله ألف هنا وشفا. بص يا حبايبي، بص سوى، بص يا حبايبي، زبدة مستوي، زبدة ألف هنا وشفا.